ودلوقتي ميعادنا نشوف الجرايد قالت ايه عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده. الأهرام، الأهلي في نهائي دوري الأبطال رغم هزيمته امام وفاق سطيف، بطل مصر يقدم عرض جيد لمدة 60 دقيقة ثم ينهار في آخر ربع ساعة بعد أخطاء الشناوي. الأخبار، الأهلي يصعد لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بطل مصر يفوز على وفاق سطيف 3-2 بمجموع اللقاءين والحاوي يحرز هدف الإنقاذ. الأخبار المسائي، الأهلي المخيف خطف وفاق سطيف. المساء، الأهلي في نهائي العرس الإفريقي، كارتيرون أدار اللقاء بذكاء وتحقق له مأراد. الأخبار المسائي، الأهلي نمبر 1، الأحمر يعبر الوفاق ويضرب موعد مع الترجي في نهائي دوري الأبطال. الأهرام المسائي، الأهلي في النهائي من تاني، خسر أمام سطيف 2-1 واقترب من الأميرة 9 وسيناريو 2012 يتكرر، التوفيق يدعم كارتيرون والتقدير من نصيب الطوسي ووليد فارس الأمس. الأهرام المسائي، باتريس حققنا المطلوب والقادم صعب. الأخبار المسائي، كارتيرون حققنا الهدف ونعالج الأخطاء. مدرب الوفاق حذرت اللاعبين من الحاوي لكن اليوم السابع، الأهلي يعود للقاهرة بعد خوض أم المعارك الكروية على الأراضي الجزائرية، كارتيرون يغلق الملف الأفريقي، التركيز في البطولة العربية واتجاه للاعتماد على البدلاء أمام الوصل. الجمهورية، مجلس الأهلي يعتمد عقد الرعاية، الفريق يعود للقاهرة اليوم ويستأنف التدريبات الجمعة.